ابويا كان مقاطعني فتره طويله بسبب الحكايه دي، لغايه لما خلفت هيثم جه البيت وساب لي فلوس من غير ما يقابلني ولا يسلم عليا، مع ان ابويا يعني مهوش مليونير، ابويا راجل موظف على قد حاله. عارف ايه اكتر حاجه بتعجبني فيك؟ ان انت على طبيعتك ما بتمثلش. ناس كتير قوي دلوقتي بقوا عايشين دور مش دور، متقمصين شخصيات مش شخصياتهم خالص، بس انت مش كده. انا كمان مبقتش عارفه اتكلم مع حد، في حاجات كتير قوي جوايا مبقتش عارفه احكيها ولا لمامتي ولا لبابايا ولا حتى اي حد من صحابي. بحس ان مفيش اي حد بيفهمني، يمكن بالعكس كمان بيغلطوا. جوزي الله يرحمه ما كانش بيقرب لي 3 سنين، كان بيتلكك بقى كل شوية، هو تعبان مشغول، قعدت فترة كبيرة قوي مخي بيودي مكان، مش عارفة هو بيعمل كده ليه. مبقاش أشك في نفسي، قلت يمكن تخنت شوية بعد الخلفة مثلا، شكلي مبقاش بيعجبني، لقى واحدة تانية أحلى. مبقتش عارفة أقول ده لحد، لحد ما قررت أروح لأخصائي نفسي. ما طلبتيش الطلاق؟ فكرت، كنتش قادرة أتحمل كلمة من مامتي هتقعد تقطمني وتقولي أنا حذرتك ما سمعتيش كلامي. مش عارفة أنا بقولك كل الكلام ده ليه، عشان أنت بتحكي قصتك كأنك بتحكي قصتي، بس من ناحية تانية خالص. هي قصصنا دي بقى لو اتعملت افلام عربي هتبقى 100 100، او يمكن الناس ما تصدقهاش وتقول دول مجانين. انت لما بتخرج بتسيب هيثم مع مين؟ مع اخويا. عندك اخوات؟ مش اخويا يعني، هو صاحبي جدا لدرجه انه ممكن يبقى اخويا يعني. طب ما تبقى تعدي عليا. هو انت ناقصه من ده؟ انت اللي فيكي مكفيكي بقى. لا بالعكس والله هتبسط. ما فكرتش انت كمان تروح لاخصائي؟ الراجل اللي بروح له ده هايل والله، هبقى احكي له عنك لما اروح للمرجع. لا مش قصدي. خلاص تمام انا فاهمه، مش مشكله. الوقت عدى بسرعه، لازم امشي بقى عشان لسه هجيب كنزي من عند ماما.